طيب رجعنا مرة تانية، وزي ما احنا متعودين كل يوم هنروح دلوقتي نتابع أخبار النادي الأهلي وكمان الفرق المختلفة، ومراسلتنا العزيزة منى المنيسي موجودة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وتدينا كده برضو يعني الأجواء هناك نظرة عامة عن الأجواء هناك عاملة ازاي. منى بونجور، صباح الخير. يا صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل مشاهدي متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الأهلي، وأكيد كمان أخبار رياضية أهلاوية جديدة. أنا دلوقتي من داخل المقر الرئيسي بالنادي الأهلي بالجزيرة، ودرجة الحرارة دلوقتي الكبرى 36 والصغرى 23، ويعني أعضاء النادي الأهلي بدأوا أو بادئين يومهم النهارده بابتسامة رضا واطمئنان على مستقبل الأهلي بعد الماتش الكبير اللي شفناه امبارح من شباب النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري، واللي انتهى بثلاثية نظيفة في اسكندرية. وطبعا يعني النادي الأعضاء هنا في النادي أو حتى الناس كلها بدأوا بيرددوا بأسماء اللاعبين الشباب الصاعد والواعد زي زياد طارق، أحمد سيد غريب، محمد أشرف، وحمدي وفخري، وغيرهم كتير اللي أثبتوا الحقيقة امبارح إن هم قد فعلا المسؤولية، وإن هم لعيبة إن شاء الله هيبقى ليهم مستقبل كبير بس يستمروا على ده في الماتشات اللي جاية إن شاء الله. الفريق قرر إن هو يستمر في معسكره في اسكندرية استعدادا لمباراة المصري يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، واللي هتبقى أيضا على استاد برج العرب، ودي طبعا هتبقى فرصة للعيبة إن هم يستريحوا وكمان يركزوا أكتر، وكمان لمستر ريكاردو سواريش إن هو يقدر يركز على الجوانب الفنية والتكتيكية إن شاء الله. بنتمنى لهم أكيد كل التوفيق في الفترة اللي جاية. استكمالا لأخبارنا النهاردة وأخبار الفرق الرياضية المختلفة والنشاط الرياضي اللي الحقيقة شغال على قدم وساق تحت إشراف طبعا كابتن خالد العوضي، واللي الفترة دي هي عبارة عن مرحلتين، يا يعني إما مرحلة الفرق كلها شغالة في استعداد بدنية وفنية كمان، والنشاط الرياضي شغال بشكل قوي جدا على الصفقات وعلى مد عقود اللاعبين كمان، حتى القدام اللي موجودين في النادي واللي كانوا الفترة اللي فاتت أثبتوا إن هم لعيبة كبار ويستحقوا إن هم يتمد عقودهم للسنين اللي جاية. معظم العقود كانت يا إما الأربع سنين مد أربع سنين جايين، يا إما صفقات جديدة لأربع مواسم جاية. خلونا نبدأ بفريق سيدات كرة الطائرة فتيات الذهب، وطبعا فريق قوي أكيد بقيادة كابتن حمدي الصافي. امبارح تعاقد مع مريم ثروت، دي طبعا قادمة من نادي الزمالك وبتشغل مركز المعدة، كمان علياء هاني قادمة من نادي الشمس وبتشغل مركز 2، وكمان تجديد عقد لاعبة الأهلي اللي كانت موجودة في السنوات الماضية سارة أمين، وكان في الفترة اللي فاتت كمان أعلننا عن مد عقود الأربع أو ثلاث لاعبات من فتيات الذهب، طبعا لاعبات كبار ومهمين جدا في الفريق وأساسه ودام كمان في النادي الأهلي، كابتن نهلة سامح، آية الشامي، ودعاء الغباشي. كمان كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق قرر ان هو يصعد الموهبه الشابه، طبعا هي من احسن السنتر بلوك في ناشئات النادي الاهلي لكره الطايره، سلمى يوسف، بنتمنى لها كل التوفيق. اما طبعا رجال كره الطايره كمان كان ليهم حظ في مد العقود والصفقات الجديده، وامبارح اعلن النشاط الرياضي عن التعاقد مع احمد عزب قادما من بتروجيت وبيشغل مركز 4. كمان تنس طاوله النادي الاهلي امبارح تعاقد مع اللاعبه الموهوبه الشابه رؤى الناغي، ودي طبعا لتدعيم صفوف النادي الاهلي، دي جايه من صفوف جزيره الورد لتدعيم صفوف ملكات تنس الطاوله إن شاء الله. واستكمالا لاخبارنا امبارح كان في خبر طبعا كويس جدا لشباب منتخب مصر لكره السله تحت 18 سنه، واللي قدروا ان هم يفوزوا امبارح في مباراتهم الثالثه امام منتخب رواندا بنتيجه 74-52، ودي بطوله امم افريقيا، طبعا دي المباراه الثالثه من البطوله، واللي شهدت تالق كبير من سداسي النادي الاهلي، واللي كان ابرزهم بيبو زهران اللي كان التوب سكورر للمباراه واحرز 16 نقطه من اصل ال 74. كمان كان في من سداسي الأهلي اللي بيشارك في المباريات مع منتخب الشباب تحت 18 سنة سيف هنداوي، كريم الجزاوي، محمد طارق، علي وحيد، يوسف حامد، وكمان بيبو زهران زي ما قلت لكم اللي كان توب سكورر للمباراة أمس.
من اخبارنا كمان انه لجنه الطفل تحت اشراف اللجنه العليا للجان واكيد تحت اشراف الاداره التنفيذيه كمان اطلقت متجر الطفل. متجر الطفل هو عباره عن متجر بيتم من خلاله بيع مستلزمات الاطفال، الالعاب، كمان الكتب القديمه، اشغال او اعمال يدويه قاموا بها الاطفال وعملوها، بس بشرط انه ما يكونش في اي تدخل من اولياء الامور. وده طبعا بيعلم الاطفال الاستقلاليه والمسؤوليه وان هم ازاي يديروا عمليات البيع والشراء بشكل مستقل تماما بعيد عن تدخل اولياء الامور. وده اكيد بيديهم سكيلز كبيره جدا، بيديهم مهارات وبيعلمهم ازاي يكونوا مسؤولين عن نفسهم. فبيشترط النادي الاهلي او لجنه الطفل تحديدا انه ما يكونش في اي تدخل من اولياء الامور وما يكونوش موجودين ابدا عند الترابيزات بتاعه الاطفال وجوه متجر الطفل عشان الاطفال يتعاملوا مع بعض بدون اي تدخل من اولياء الامور. المتجر هيكون على 3 ايام. اول يوم هيبقى في مدينه نصر يوم 11 اغسطس يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله. تاني يوم هيكون في الشيخ زايد 12 اغسطس يوم الجمعه القادمه، واخر يوم هيكون في الجزيره ان شاء الله يوم السبت القادم 13 اغسطس. اي اطفال عايزين يكونوا مشاركين في متجر الطفل بيتجهوا الى مكاتب العلاقات العامه بالافرع الثلاثه وبيتم قبول 100 طفل بحد اقصى 100 طفل، وبس بيقدموا الكارنيه بتاعهم وبيقولوا هم هيبقوا بيبيعوا ايه في المتجر، يعني بناء عليه بيتم قبولهم على طول فورا. الأطفال هتبقى من أعمارهم من 7 سنين ل14 سنة. دي كانت كل أخبارنا هنا من داخل المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة. لكن في الآخر عايزة أهني زميلتي العزيزة جدا نهاوند، بقول لك كل سنة وأنت طيبة وإن شاء الله السنة دي تحققي كل اللي نفسك فيه ما قدرتيش تحققيه السنة اللي فاتت، ومزيد من التفوق إن شاء الله دايما ورا شاشة قناة النادي الأهلي. بشكرك جدا جدا زميلتنا العزيزه والمتالقه فعلا. يعني انا مش عارفه اقول لك ايه والله يا منى، انت من الناس اللي يمكن انضميتي معانا مؤخرا لكن متالقه فعلا والله، بشكرك جدا. شوف ما فيش حد والله العظيم في القناه تقريبا ما قاليش كل سنه طيبه، عيله، تحس احنا عيله مع بعض حتى من النادي. يعني بجد حاجات بسيطه بس بتفرق جدا، الواحد بيفرح لما الناس تبقى فاكره. بشكرك جدا يا منى. بعد كده التقارير بينزل يا جميل في الساحه، هو ده الصح عشان نبقى ماشيين بشكل مناسب. لا بجد والله، يعني انا مش هنسى كمان عيد ميلاد اول ما انضميت لقناه الاهلي، فاكره لما كانت يعني الاستاذ ايهاب الخطيب وباسم عزمي جم. يعني لا الواحد بيبقى مبسوط بالدعم المعنوي كمان، الاحساس يعني ده بيفرق بشكل كبير جدا. شكرا لكم، كل سنه وانتم طيبه وعباد مليون سنه.